ننتقل للحديث أكثر عما يحدث في الأسواق. ينضم إلي هنا حسام حسيني، عضو اللجنة الأمريكية للمحللين الفنيين. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا. It's a big title. من زغرب. وطبعا انت كنت عم تخبرني انه انت الثالث من اخذ هذه العضويه في الجمعيه الامريكيه. خلينا نستفيد من خبرتك هون شوي. والدار والصروح قرب الاعلان الان عن انهاء هذا الاندماج الذي لطالما انتظرته الاسواق، وطبعا كمان صار في حديث عن انه قديش راح يكون مقابل كل سهم وهذه العمليه. كيف ترى انهاء هذه العملية والكيان الجديد؟ هلا الخبر من صار فترة عم يتداول فيه، في فترات سابقة كان تأثير الخبر تأثير سلبي على حركة الأسهم، وبنعرف إنه الدار والصروح ما تحركوا مع الحركة القوية اللي شهدتها أسواق الإماراتية، خصوصاً اللي بدأت في سوق دبي من وقت من أوقات سابقة، لربما في الأول الأخير بدأ التحرك عليها بشكل إيجابي. الشيء الجديد المحفز الجديد هو إنه خلص بدينا، بس ضل كم من يوم قبل يعني تحقيق هذا الاندماج بشكله النهائي. بالفترة الماضية كانت هناك عمليات دخول باقية على السهمين، كلا السهمين في سوق أبو ظبي استحوذوا على سيولة كبيرة من التداولات. رأينا اهتمام من شرائح كبيرة من المتعاملين، سواء أفراد، مضاربين، مستثمرين، حتى المؤسسات المالية الأجنبية. رأينا مثلا عم يبيعوا في سوق دبي على بعض الأسهم، وكان في عملية شراء في سوق على سهمي دار وصروح. حتى اليوم أثناء الجلسة رأينا حتى الحد التملك الأجنبي سكر على صروح. هذا يعكس الاهتمام الأجنبي في التملك السهم عند هذه المستويات. باعتقادي يعني هو هذه حالة إيجابية الآن، هناك قصة حلوة عمالها يتم تسويق سهمي دار وصروح، خصوصا بعد إلى حد ما الحركة القوية اللي شهدتها أسهم سوق دبي. فهي الحدوت الحلوة عمالها بتجيب المضاربين من كلا السوقين، عمالهم بيهتموا فيها. هل هذه الارتفاعات يعني تفسير منطقي اساسي؟ لا، يعني ما في شيء جديد على حركه السهم، ما في شيء جديد على التقييمات، ما في شيء جديد هناك، بس الاستفاده منها انه قربنا كثير هلا خلاص انه السهمين يندمجوا. هاي الحاله اعتقادي انه راح نشوفها تستمر لربما بعض الايام القليله القادمه، خصوصا انه ما في فرص مشابهه في على اسهم اخرى، سواء في سوق ابو ظبي وسوق دبي. فراح نشوف هذول السهمين عم بيجذبوا السيوله، حتى انه راح نشوفهم وشفناها اليوم جذبت السيوله من سوق دبي. فيعني ارقام اللي حصلوها يعني فنيا ارقام ايجابيه. اليوم شفنا صروح فوق يختبر فوق مستويات الثلاثه، هدف سعري قرب 3.10 3.40 اذا ما تم الاختراق. الدار الان تستهدف مستويات 3 دراهم 55 سوري درهمين 55، وتفتح المجال الى 3 دراهم. ففنيا الاتجاه صاعد، اتجاه جميل، اختراقات ايجابيه، اختراقات تاتي مدعومه باحجام تداولات. يعني ممكن نشوفها، يعني الكل حيطلع عليها على الآونة القريبة القادمة. طبعا كلنا نحن رح نكون معك، ولكن دعونا